وحي بشان رمضان كدن بيهي أدمان تهيدا لإيدي وحام الله رينا مجد إيدا مدن قوليه نفسه سبعي مالين بدك مؤيو تونس فوقف سنعي أدير معين إلهي حد سهلانين وحاد مودا إن أيان إيهو وحب الله رين ومحيسكتا إيدا مدن يتبكي الشعب طاها ودد مريي يدكي والله يدكي حنون سنعي إيهو مين حالة سيسة أودا وكيبا أودا بيو فكاكي داريقا هاي حلقا مريي ميكا شاحا حان بيبلي ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل 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 ان يكون هناك ان ciidamadooda ay fasaxayaan سوغ او فرنتي او ادكيد او دري سومالي لان يسيدو كالباشا عالمك يدولد سومالي يبا ايه دمدا وان فصحي انا اوليه حقيبو قراتك او فصحي عن ايه دمدا ان ادو ما سنتي ليس هو مدى سومالي انا سلامي انا ان وان كده اكسن لحالة دمغالة الله سعانا وضلا بدي بلودي او دم بيسيبا دقال لحوغن باك سعودي ان سومالي لان وحي اولا هاد الشعب كاسي مجرو هادين نقطة هو كانو عيدي سيكا لدوان هادين مدافع الغو قراعي اي نقطة ما طلب تركيزو عيدة ان ورق غربة شيدي ان مدافع اي سوري دان عيدي مدى مملوك سومالي لان ومالي يوم الفرحة إن الشعب إذا مغلل الله سبحانه لو بيتسي مدافع مجيان أيوة رمضان إنه وين وين واحد عيد إن درقات بضم يطرني ما بضم بس سميان بن أمسين هاي عيد مدى الجماهير تأكل من مغلل الله سبحانه قرأت كأرين تن ما توقعها الله وأرين لسوقي شعب الصومالي إنه يسوقيان شعب الجبلة إس إس سي إنه يسوقيان واحد محي إذا مدى لو أروني مغلل الله سبحانه دولات كذا كقبريان هدي أي سن دفاعين شعب كمدافع ده لو قراعية إلى لباطين يا مال والله مركا أرنتن واحد مدام هذا الكمبا وهذا الحل جيسي كسو آلي لربينا مرة إلا هذا لكن ما أنت يكسو آلي عيدة عيدة مدى وحي حيرنا يسيدة وراء وشيغان بقرادة يسيدة نظر إلي جانس الله إلي حي وقت العبادة إلا بالعبادة اللي وجري إلا جانس دم بأولي سنة إلهي بأوك ومضى مسلمين تانا آد أي بشان ود ذالان عبادة ما دام أرنتاسي أهيد مكا بقالك أيها قدن قوضة يوار هذي ويجوجيين ولو مركو رأي غرفت القوضة يوار هذا قاديين وقيبه كان ورضا لبا دينا قاضيا حدنا له وي جوجينا بشهر رمضان وح ورى قاعدين مجري لكن عدمي سومالي ان لا ارسم وي وان وي ان مدافع مغالا لو قراعي ترى هذا هو دنبسي مدافع فربض ان مغالا لو قراعي مالي كاستا ان مغالا محلي جرى دقالي ورى جوكتا اكوايا مكا عيدا مضان فرها بضان بيرها هارتيات كوكول مانا ماشا اماضي تواحي كقبني المرة وين نفسها صح ويكجوابان مدافع ده يوربح السوق عيدا مدى مملك السومالي أي كو أي جيساني المركز واتا سيدوك اللقو الشيغي وهذا الكيسة كم مدها إن ديغانا بضان أي قبصدين سومالي لان سلماركانا أي كسو سيقيان ديغانا أي سومالي لان قبصدين وقوي بكلتا إن هرت واحد ديغانا غاطة ستو سيو قبصدين مجر تمركا لغر يبو سالديق قواجع عدي انتو نحزيت وليل سمكاب ولا شيغين السالديقيا أي كاسا ميستين إن أو أي عن ربان نوير رويل عيلسة دي لعالة سالديقا سيلغا سارو إن عيدة مدى سي أي دفاعان عيدة مدى إن إن عكالتو درهات وعنوبنا إسكو ضيئ أي سميان عيدة مدى مامل كسومال لان أي كاسميان إن عبورتا هلغن ويوسور تقل ويدو عيدة مدى جماهير تاي يكور تقي مركا دبعا سيقتان كوجرا ديغان نفرا بضان يكوسو سيقيان باجرو إسكو ضيئ بضان باجرو إن وحي نعيب بضان بيهران إن مركاسي مغالا دا كسو ويران سألو بينا مدحوينا مامل كسومالي لان يطلس كبودة عيدة مدى سومالي إن لح يعني قضب محلي جري لح يعني جهو أما يعني لح تلعبابا أو أضاق أو إشاقان إنه كو قبصاني مغالا دا لاسعانو أي دياريا استراتيجية دا أغوه رسيل لح كوبادا وين شعبك إيه اللي سكور جيو عيدة مدى وين وين أرنت مالو يتب اللعبطي إن ورسنجل بقى أنت كبا حي إن جاجوسين بعيد ماذا كل هجرتوا نين بعناصر حريت ضلها وين يناصر لوس وجريء شكرا وين وجريء واستراتيجية الكوبات إلى ربين شعبك هي عيد ماذا لسكوهر كانوا تان كلا تو وحيد بلعبين دريل ماذا حجبس صدح قف الجود اللي تاني أنت عيد ما جماهيرته يا قبسين مجرد الله سبحانه وعي أرن أيضا أنا ماشي كل جرتوا أسكو درك شعبك يبلشين لسكوهر جريء قريب كا وضجال كمصبيحي أي مركزي إيه قريب كا إن وجه صدحات يعني هو إن دجال خلقه قال لما ما بتلياشي إن جوجع دخوسونا إن تفضل بدن قارنوا ويدتين قارنوا اللي بدله قارنوا ضاوعي واججر
لو لو مصبي حاضر ويهي أيال كاني سندقوينا قوجة عدا سفئ وهو قاميان وجي غلبات إعتقالك مقالد الله سعر أيضا نوى استراتيجيات رسوب وعيدما مملكة سومالنا الأيرة وأن يكون وجهان وجي غلبات إعتقالك إعدنا عكرة وحالة بالعضي أو مصبي حي مملكة سعي بالعضي إلي بيالها إساق يعني اللي رجليه أو لطوصو بيالها ارتيدو حي سمينيان ayaguna ciidamada ay iska soo qoriyaan waa ciidamada markaas beeleed oo ayadana looga qayb galayo wajiga ee labaad ee rabay in lagu qabsado magaalada Laasaan waa ujeedada afraad tan kale to waxay bedeleen dhamaanba saraakiishii ay u maleeyeen in markaas ay qayb ama lug leeyay ay ku leeyihiin dhinacyada ACC ama beelahaanba ay ka soo jeedaan dhamaan waxa lagu shubay gobolada kale ee maamulka Soomaaliland waana laga bixiyay furimaha hore ee dagaalka ayadana istaraatiijiyad kale to walaa raba in ugu weeqo awooda ciidamada SSC ee dhinaca kale waxa la keenay hub een wax gumaadaya oo markaasi een karida dheerkii hore lagu garay magaalada Laasano ayadana qayb ay ka tahay wajiga een ee ujeedka ee ama todobada ee lixda qodob ee la rabo in magaalada Laasano dib lagu qabto laakiin arintaasi ma suurto galayso waxaan ognahay ciidamadan fasax laan bay hayna maanta haddu garaad ku fasaxay ciidamadan talaabo ay qaadi doonaan meelaha ugu dagaalami doonaan ama noqon doonaan een deegaanada oo iyo waxa laga hadlayo wa tahay sidoo kale wuxuu sheegay in ay Soomaaliland billowday dadka ay u maleeyaan in ay reer Laascaanood yihiin ay kala degeen isla markaana ay dilayaan arinta Soomaaliland soo qayb iyo falxuma kuma ah dadkan waxaan mudaa naceebkii hore iyo dhibaatooyii dulmiga laga cabanayay in wari halkiis ka sii socdo waana arinta ku tusaysa wixii ka socday magaalada Laascaanood 16kii sano ugu dambeeyay ee gudaha gobolada ACC in wari halkeeda ka socoto oo dhibaatooyii ay wari halkeedii mid ka sii socotay in shacab intii gaari laga doogan la dilo taa waxay ziyadinaysa ma jirto waxaan adkaynaysaa xaaladda adkayd ee u dhaxaysa labada gobol ee dhinaca kaleeto ayadna waxa jirto in dad reebamiya oo gooj cadii ee reer ciidamada maamulka Soomaaliland xoolo dhaqatadu ilaan ayagu cid ay dan kale yihiin cid waji kale yihiin ma jirto dagaalna kuma jiraan dadka intii la qaqabta ayaa xiniyaha intii laga kateenadeeyo ayaa lagu xabsiyada lagu jirdilaya khasabay ku sheeganeen in ciidamada kamid hayeen waliba waxa lagu khasbay inay dhahaan waxaan nahay beesha ma jirteen marka dad waalwaalan baa la qabtay sida garaad ku sheegay dad reer miyiga la qabtay dad rakaab ah lagala degay baabuurta ee inay soo arintan waarin si abuureysa naceeb horle iyo waliba inay dagaalo kareeto ee markaas ay ka dhurtaan deegaanada kale ee maamulka Soomaaliland marka naceebku meel walba ayaad moodaa inuu gaaray waata bal asal si dhigaysan hadalka garaad ku xulay waanu dul qaadan karayni waanu dul qaadanay waanu awoodnaa qalbaanu u leenahay Allah caajil oo guusha nasiiyay baynu haysanaa wixii bisha Ramadaan ka dambeeya ilaahay dhukuur oo yahay maanta ciidda la diiday waxaanu la haraynaa ma jirto waxaanu la haraynaa ma jirto haddii xeer sheekh asxaabinaba caqli uu ku dambeeyo arruuruhooda laga ka haystaa wariyahoodii habkula noqdaa ilaa soo maqlaysaa wuxuu dhahay reer sheekh asxaab haddii caqli uu ku dambeeyo waa in arruurtooda ay meesha ka baxay arruurta la sheegayaa waay arruurtu waa arruurta jaamacada waa kuwii iskuulada waa kuwii maxal dhihi jiray maalmihii ugu dambeysayba qaab beeleed ahaan lagu soo daabulay waa inay dagaalkii ugu dambeeyay ka dhacay meesha leedahay tuga maraaga iyo guriga buurta hodan midadka ilaa xilliga la qaadan laayaa waa carruurtii jaamacada ehelkii isbitaalada ay tegayaan goobihii xarumaha dowladda ay tegayaan iyo talisyada ilaa iyo xilligana ma jirto cid jawaab ka siinayso marka ninka caqligiisa uu tusay in carruurtii jaamacadaha u dagaal soo geliyo ma umaleysa adiga inuu ku badbaadinayo absolutely maya dagaalkaasi waxay sheegeen maamulka Soomaaliland oo ku adkaysteen in General Morgan uu ku jiray General Morgan wuxuu ka soo deynayay magaalada Laascaanood waxa iskaga filan jamaahiirta iyo dadka u dhashay meesha dhulba intaan la dagaalamayay bil iyo shan iyo toban bil kaligoo dagaalka ku jiray wixii inta ka dambeeyeen dagaal weyn oo dhacay maba jirin baankaa in dagaalkii maalin dhaweyto ay ku waayeen 26 ka sargaal ee sare hogaaminaysa ciidamada maamulka Soomaaliland ta kale arinta caqli darrada iyo weliba sidoo kaleeto ummadda Soomaaliyeed ay ka yaaban yihiin nin maxamed siyaad barre dagaal la soo galay ciidamadiisa ka mid ahaa Ethiopia laga yaabaa inuu ka soo dagaalamay dagaalo badan khibrad u lahaa yaa dagaalkan ku jabay ma u maleynaysaa carruur musabbixi adeer u yahay oo shalayto garaadada iyo
waxaan mar walba qabiil u soo qaadayno waa inta la aqliyada noqotay musabbihi bulbaante maana walba garaadka soo leeyahay iyo dhinac kasto masuul walba u hadlo wuxuu sheegayaa in beesha isaaq iyo maxadijirin ma kale yiraahdo ee dulbaanti iyo beelahan Soomaaliyeed inay yihiin dad walaala kar xajis baan u leeyahay waxay ka hadlayeen iyo sidee maxadijir u difaaciyeen shacabka marka een ma licibin laakiin waxaan tusaynaa dulduleelada iyo dhibaatada meesha uga imaanaysa ka beel ahaan way iska jiraa adiyad baa maxsan daawada arintaas aan ku soo koobaynaa barnaamijkii koobnaa in ku falanqeynaynay hadal ka soo yeeray garaadka guud ee beesha dulbaato kaasi oo sheegay in maanta oo ciidada wixii ka dambeeya ay ciidamadoodu fasaxayaan isla markaana ay talaabo ka qaadayaan ciidamada maamulka Soomaaliland ee sida weyn isku soo abaabulay isla markaana u kordhagay magaalada Laascanood deegaanada ku xeeran soo qabsaday wixii ka soo kordha warkeena dambe iyo falanqeymaheena aan halkan idinku soo gudbin doono ayaan idinku soo dari doonaa balse kan kiis xigeen dan halkan dib u kulmi doono waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.